بدنا مثلاً نسميه 10 لموارد كيميائية يرشحون 20. إذا تعال مش مع التعليم قالوا التعليم تمام كويس قالوا الطالب التعليم تمام كويس معناته كل شيء تمام. هو التعليم بأبدا هي عم نحكي إنه أخو طبعا احنا اليوم مجتمعين مشان نناقش موضوع البطالي. طبعا في اعضاء من المجلس وفي فعاليات مجتمعية موجودين وفي شباب اصحاب مؤهلات وخبرات وشهادات وهن عاطلين عن العمل. طبعا موضوع البطالي هو موضوع حساس خاصة عندنا في منطقة في جبل الزاوية وخاصة في احسن بالذات. طبعا المنطقة هي منطقة زراعية تعتمد على الزراعة، لذلك موضوع فرص العمل هي فرص قليلة جدا. طبعا احنا موضوع البطالي واسباب كثيره، اهم اسبابها هي غياب المشاريع الانتاجيه الضخمه او الكبيره او المصانع او المنشات اللي بتستوعب اكبر عدد من العمال. طبعا هذا الموضوع مو موجود عندنا بالمنطقه، بالتالي في عندنا نسبه بطالي كبيره. طبعا احنا عندنا نسبه من النزوح، نسبه نزوح كثير كبيره اجت على المنطقه لهون خاصه على ضيعتنا، فبالتالي بنعاني من الموضوع هذا كثير، بدون عمل بدون شغل كثير شباب طلعوا لبرا البلد، هاجرت كثير شهادات من بلدنا من منطقتنا من هون من أسيم. طبعا هذا الموضوع اثر كثير علينا، قلت لك نحن بلد زراعي ما عندنا فرص عمل، نسبه بطالي في بلدتنا تتفوق ال 70% تقريبا عندنا نسبه بطالي، مثلنا مثل الضيعه الثانيه في المناطق المحرره، ولكن منطقتنا بالاساس هي منطقه فقيره بكل شيء، منطقه جبليه، حتى موضوع الزراعه اللي بتعتمد عليه هو موضوع ضعيف لانه امكانيات ضعيفه، بدك حفر ابار، بدك سيوله، بدك هالمواضيع هاي كلها بتكلف، فبالتالي الوضع شوي صعب عندنا. دائما